خالي عم يقولوا الزلمه ما بيطلع حتى قدام الباب. لا يطلع ابني، شو بياكل هاد الا بياكل شيء؟ انا شو بعرفني شو بياكل؟ جوهر انت خذ ابن اختي وشغله شي شغله عند بقال الحاره، اجير مثلا. بيكون عنده اجير خالي؟ ما في مثل ابن اختي هاد، ما هيك ابن اختي؟ انا بمعيتك خالي. واذا ما زبطت شو بدنا نعمل؟ اشتري البقاليه جوهر. واذا ما باع خالي؟ اذا ما باع روح اقتل مرته، ولما يروح الكل على الجنازه حدا يقعد على تليفون البقال؟ بركي ما عنده مره خالي. بنزل بسابع جد بقالك، جيبوا لادبحوا بايدي هدول واخلص وخلصني بقى. مو مشكله، انا بعملها باسلوبي. الله الله، وشو هو اسلوبك جوهري بيك؟ بروح لعنده وبساله انت من وين؟ اذا قال لي من الوادي بقول له انا من هوني. ها ها، وبلكي طلع من شي بلد ما بتحبه جوهري. اصلا انا ما كنت عم فكر اقتله، بوصل وبخلص. انا ليش لحتى احملك الهلقات خالي؟ روحوا الولد المسكين بسببي. ابني لو ما انك داير بالك على الولد كان وقتها روحوا. منيح اللي عملت هيك، على الاقل ما كنت بعرفه. ما بزعل، هلأ زعلت. إذا قمت ورحت وقفت قدام اللي عمل له هالعملة، يا ترى رح يعمل معي مثل ما عمل معه؟ حكمة لا تعلق معهم، احمي الولد اللي عندك وبكفي. هنن ما عندهم مشكلة لا معك ولا مع الولد، مشكلتهم معي. أخي إذا بدك احكي هالحكي بالقهوة أنا ما عندي مانع، بس من كتر شغلك ما رح تحسن تعمل شيء. بس لحل شغلة عبد الحي منحل هي بعدها. الحياة عم تصعب عليك، بسطها إذا بتحسن. شلون صار وضع عبد الحي ابني؟ الحقيقة سيء سيء. مشان الله لا تقلبي وشك بنتي. بروح بحضنه أمي. حضني؟ شو رح يعمل يعني؟ رح يدفشك؟ ما بتعرفي، بجوز يدفشني. لا مو كل هالقد إبرو، هو زعلان وبس، وما له علاقة بحبه إليك أبدا. عم تحكي مزبوط مرت عمي، هو ما بيحبني، زعلان وبس. إبرو ممكن تروحي تسأليهم إذا بيشربوا شاي؟ اسكندر عمل عبد الحي قاتل عنده. وين في واحد بدي إياه يعيش واسكندر بده إياه يموت؟ بيبعت عبد الحي وبيقتله. إذا مو اليوم بكرة رح يقتلك إلك. طبعا بيقتلني، الزلمة ما عم يعرف حدا، ما عم يتذكر غير اسكندر. ابني هالولد إذا فقد ذاكرته أكيد بترجع له بشي يوم. بابا هذا الأمل يلي أنا لاحقه، مشان هيك حابب أمسك عبد الحي قبل ما يأذي ناس تانين. قوص داوود تتر أغلو، وبعد ما قدرنا نغطي على هي راح وقوص واحد بيشتغل لصالحنا، وجماعة المخابرات ما فتحوا تمهم كرمال خاطرنا. بس من هلأ ورايح ما عاد في خاطر. شو صار حبيبتي؟ قال ما بدهم يشربوا شاي. لا تسأليهم بنتي، خديها وبس. أمي أنا رايح. مراد لسه هلأ جيت يا ابني؟ عندي شغل كتير. أنا جاي وراك.
انت قلت لي شغله عن ابي، بتتذكر؟ شو قلت؟ بابا اخذ جزاته لانه خان هالبلد. ايه ورجيني عدالتك هلا لشوف. طبق نفس العداله على عبد الحي. انا ما عم اقول انت عاقبه، اعمل اللي ما قدرت تعمله مع ابي، خده وخليه يتعاقب بالسجن. انت كانك مانك فهماني ليش وصلنا لهون. قوصتي على الزلمه ما شفيتي غليلك، الزلمه ضيع عقله ما شفيتي غليلك، خسرتيني وما هديتي. اذا شايفه انك ما رح تهدي ولا حتشفي غليلك اوصيني براسي وخلصي. الرصاصه رح تكون اخف من كلامك. انت مو قلت لولا اللي ببطنك يا ما بعمل فيكي؟ وانا كمان، وانا لولاه بعملها. هلا وقته هاد. ميماتي، في ولد حامل اكياس فات على مدخل البيت. معلم طمن، ما في شيء، الزلمه طلب اغراض. ما قلت لكم اذا بده شيء الكم الكم، ليش هيك عمل؟ معلم هو قال هيك بيعمل دائما، اذا غير بيلفت نظر. خلي كاظم يفتح الباب. ميماتي يلا جاي. ليش ما اجى وهبي ابني؟ بعتني الي سافر. ادخل. اهلا وسهلا. ليش جبتوني لهون؟ جيتي بهالشكل خطير كتير. انت لا تشغل بالك، انا بوثق برجالي. كل محل في كاميرات. لا تخاف، التصوير والمحي بايدي انا. انت شو عرفت؟ اسكندر الكبير اتصال مع مجموعات داخل المنظمه وعطاهن امر بقتل البعض. ومين هو اللي رح يقتلوا اسكندر الكبير؟ بده يقتلوا العملاء اللي قدموا معلومات وشهدوا ضده بالمحكمة. ونحن شو منعمل؟ طيب استنوا خبر مني. ليش قوصته؟ هذا حاول ياخذ اخي لعنده، خبرني وانا قوصته. مين اللي بعتك لهون ولا؟ شو دخلك باللي بعتني؟ اذا شرطي حبسني. احكي مثل الخلق ولك.
وعملت ابن اختي؟ عملها ابن اختك نفذ العمليه، وهلا اجى دوري لحتى اعمل فيكم. خالي لك عندي خبر حلو وخبر مو حلو. الواحد بيبدأ من الخبر الحلو. جوهري، ابن اختك نفذ الشغلة او وصل معترف. حلو حلو، معناته شو الخبر السيء؟ الخبر السيء انه مراد علمدار عرف انه ابن اختك. البقال اللي فسد؟ لا خالي، هذا انا قوصته، مسك ابن اختك. ياخدوا ويقوصوا شي رصاصة. جهزوا حالكم جوهر، اكيد السيد مراد علمدار هلا بيكون عم يلم زلمه وجاي لهم. يعني قصدك بدنا نقوصه خالي؟ ايه بتقوص بقال. هلا فرجيني حالك. اسكندر الكبير رجع على الساحة، معي خبر. تحرك ليقتل كل الشهود السريين يلي شهدوا ضده. يقتلون؟ شلون ما كان ما عاد يفيدوا حدا بشي. رجالنا الموجودين بالمنظمة قال كلفهم إلهم بالتصفية. شو منعمل؟ قلي شو رأيك؟ يمنعوه؟ انت قتلوا للي قال لك هالحكي. ليش؟ سيد المستشار، انا برايي اتركوا لاسكندر يحس حاله مرتاح وعنده ثقه بنفسه مثل الوقت اللي كان قوي كتير. بس اسكندر واحد مو موسوق. حبل اسكندر بايدي. انا بصراحه ما بوافقك الراي يا سيد فيلر. إذا منتسامح شوي مع اسكندر الكبير، أول شغلة رح يعملها رح يهجم علينا. اسكندر مانو مافيا حتى يعيش هربان تحت الأرض. عاجلاً أم آجلاً هالرجل رح يحاول يبرئ حاله قدام الدولة. رح تبرئوا يعني؟ أعمل مثل ما قلت لك، قتلوا لزلمتك اللي بالمنظمة. تفضل. شو عملتوا؟ جهزتوا الأخبار حول الشخصيات اللي عطيتكن أسماءهم؟ سلمت الملف لمدير التحرير، قال لا ينشغل بالها الست إنجي، وأهميتها بالنسبة إلنا ما بتقل عن أهمية السيد داود، وكلامها بالنسبة إلنا أوامر. إمتى رح تترك هالعكازة؟ بوقت قريب كتير. قلي في شي تاني؟ في سيد فيلر طالب يقابلك. ليش بقى؟ قال حابب يعرفك عن قريب.
ليش لا نعلى مع صاصا؟ خلينا نشوف اسكندر. انت بتعرف محل اسكندر ميماتي؟ لا. زازا بيعرفه. زازا ما بيبيع اسكندر معلم. واسكندر ما بيبيع زازا كمان. صار بده شوية حماس جوهر، حاسس حالي رح نعفن. خلينا نقوص شوي، رح نتختخ. خالي أنا بحب طبعك هاد. الله الله، يعني طباعي التانية ما بتحبها؟ شو خالي بدك توصني إلي؟ لك أنت فيك توقف قدام الرصاص؟ الكل بيمسك واحدة خالي، بس أنت ما شاء الله حولك تنتين. ولك جوهر الكل بيجيبوا كلاشن، بس انت بتجيبوا غير شكل. خالي خالي خالي. معلم لو نحن كمان جايبين رشاشات. خالي ليش فت لجوا؟ الحفلة هلأ بلشت. أنا حفلة هاي ليش مراد بيقوص ولاد؟ ماشي نحن قوصنا وقضينا شهوتنا وهن أخذوا درس. علم شو منعمل؟ رح نرجع امشوا. تفضل. شو هاد؟
امحي تسجيلات دخوله على البناء وخرجوها من النظام. أنا بأمرك سيدي. أهلا وسهلا. بهي اسكندر معه حق، أنت فعلا مرة ما بتنتسى أبدا، كتير حلوة. شكرا. كنت حابب زوره لداود بس هو بمشفى مراد. على كل حال روحتي لهنيك ما لها مناسبة. بس طلع أبي من العناية المشددة رح نغير له المشفى. صراحة بالنسبة إلي مو كتير مهم بأي مشفى نايم، المهم هو إنه يقوم على حيله. صحيح والدك ليش راح يقابل مراد؟ أبي فكر إنكم بعتوه للإسرائيليين وإنكم بدكم تضحوا فيه. بيكون فهم إنه مراد ما بيحسن يحميه. أبي صديق مخلص كتير إلكم، ليش أحياناً تتركوه لحاله؟ نحن دائماً عطينا داود فرصة يتحرك بتركيا براحته، والأوقات اللي بتقصدي فيها أنه كان لوحده هي نفس الأوقات اللي طلبنا فيها منه أنه ينسحب. للأسف والدك ختيار. الختيارة بتجبر الإنسان أحياناً أنه يتصرف بعاطفة، وهي العاطفة بتخليه يغلط كتير. فكري بضعف اسكندر العاطفي ناحيتك. حضرتك شو هو ضعفك العاطفي؟ الفن. أنا في سبيل الفن مستعد أتخلى عن كل مصالحي. هي كذبة كبيرة. وهي فن. اسكندر رجال جذاب، بس للأسف هو بينغلب فوراً قدام طموحاته، وهالشي بيخليه ضعيف. بس أنا ما بتصورك بتنخدعي بمظهر القوة اللي عنده، ما هيك؟ من صغري متربية على القوة، وما حدا بالعالم كله بيعرف مين القوي ومين الضعيف قدي أنا. أنا بفهم قلقك بس بعتبره فاضي. اسكندر جذاب وعنده طموح ورجال عاطفي، وهدول كلهم أنا بديرهم. وأنا جاي لهون كنت حابب إنه يشفى داود بأسرع وقت ممكن، بس هلأ بصراحة تغير رأيي. خليه يرتاح قد ما بده هو. تفضل. معلم تركي في شي جديد؟ ايه في. ليك هدول الطابات خففوا لي عصبيتي، بقترحهم عليك كمان يا عمران. بس انا يا معلم الي ايد وحده. انا اسف كتير عمران، غلطت بحقك، اسف. ولو مو مهم معلم، شلون صار وضع السيد داود؟ لا هلا ما فطيس، هو ما تغير شي. معلم ما بيصير نحكي عن المريض هيك، ما بيجوز. أخ لو ما كان السيد مراد بالنص كنت عطيته إبرة سم بوريده وخلصنا. أنا بيعنيني هيك مريض؟ أخي عمران شو علاقة الإيد الوحدة؟ الطابات تنتين ما بدون إيدتين. كنت عم بمزح معك. لا تعيدها يا عمران، أنا ذاتا متوتر.
سيد حسني، شو قلنا شغلنا احنا هون؟ جولدانتي مو منعني عمي مماتي من الفوت على البيت؟ ايه منعك. ايه مو معقولة التقي معك برات البيت؟ ما بيقلنا غير حل واحد هون. اذا اجوا المعلمين شو من قلن سيد حسني؟ ما بيجوا هلأ، هنن بمعركة مهمة كتير. تفضلي. سيد حسني، شو رأيك بلا كل هالشغلة؟ يعني هي شغلة الحب ما رح تصير أبداً. وليش لحتى ما تصير يعني؟ قديش صار عمرنا؟ وشو بدنا نعمل بعد هلأ إذا تزوجنا؟ نحن فوتنا الربيع بلا ما نفوت الخريف يا جولدانتي. إيه ما بتوقع هالكلام منك أبداً. يعني السيد تركي عم يعطيك هيك نصايح؟ ليش تركي أصلاً عنده عقل ينصح؟ شي يوم رح أهديكي ديوان شعر إلي اسمه حسني الوردة. طيب لمين كتبت الشعر؟ لسه ما كتبته، رح أكتبه. انفتحت قريحتي على الشعر معك. سيد حسني، هلأ بيجي حدا ومنتبهدل هون؟ اتركيهم يجوا، ومين ما اجا بدي علمه العشق. اخي حسني اجوا المعلمين. ايوه يا سلام، كملت هلا اتبهدلنا. يا لطيف الطف، يا لطيف الطف. تعال زلفي تعال. شوفي سيدي، أنا تلخبط مخي شوي. بأي موضوع يا بضاي؟ مراد علمدار ورجاله، بتعرف يا ترى ليش ما قوصوني؟ ليش لحتى يقوصوك؟ إذا كانوا جماعة مراد بيعتبروني عدو، ليش ما قوصوني؟ بيكونوا لسه عندهم أمل فيك مشان هيك. أمل بشو؟ أنت خدمتهم فترة طويلة، متأملين إذا بيقدروا يقنعوك مشان ترجع لحتى تصير معهم وتخدم عندهم مرة تانية. ليش مو حضرتك حطيتني عندهم سيدي القائد؟ ايه انا حطيتك. معناتها شلون بدهم يقتنعوا؟ ليش اقتنعوا قبل هالمرة؟ انت بصراحة صار في عندك شوية لخبطة بمخك يا زلفي، بس بتروح. كيف بتروح؟ لما انت بدك تقتل مراد علمدار ورجاله بتروح. اليوم المساء رح فوت على محل زازخ. شلون بدك تفوت معلم؟ ما شفت المحل قلعة؟ رح ادخل وهد القلعة فوق راسه. معلم، يمكن أنا موضوع عبد الحي أثر فيني وهزني شوي، بس كأني عم بسمع صوت علي مماتي. معلم انت عم تسمع شيء؟ عم اسمع مماتي.
منين جاي الصوت؟ من غرفة سلاح معلم. ابني عم ياخد سلاح كاظم؟ دخيل عينك سكوت كرمال عمك حسني سكوت مشان الله. هلأ بيجي أبوك لك. أنت بدك تفضحنا؟ خلص علوشي خلص. شو عم تعملوا هون ولا؟ أخي عمي هذا الولد طالع لك بالضبط. ضل ينق وينق علي لحتى فرجي سلاح عن قريب. أختي خدي الولد واطلعي. ما بطلع قبل ما يطلع السيد حسني. قلت لك اطلعي اختي. انت طلعي جولدانتي. بتمنى لا تتدخلي بين العم وصهره. حبيبي حبيبي تعال تعال امشي. نحن حاملين روحنا على كفنا، وانت شو عم تعمل هون؟ ليش انا هلا مو حامل روحي على ايدي؟ وانا بدي اخذها حسني. وانت كمان اعطيني روحي عمي مماتي. ايه رح اعطيك. اشهد ان لا اله الا الله. لك شو عم تعمل مماتي؟ الحمد لله. اتركني اوس هالمجنون. مماتي لا تخبص، تحرك انت التاني. معلم هذا المجنون عم يخبص. الزلمة بده جولدانا، جوزهم وخلصنا. ما بعطيه معلم، بموت وما بعطيه اياها. اوخ شو؟ بقدر اقول الحمد لله على السلامة. شو صار؟ كل شيء تمام، الشغلة تقريبا خالصة. كيف؟ حضرة السيد الأستاذ مراد بيك معنا. ما رح استسلم. أنت بتحبني؟ بحبك خالي. برافو ابن أختي. خود البسها. يعيشوا. وأنت بتحبني؟ إيه بحبك خالي. برافو. خود البسها. أنت بتحبني؟ بحبك خالي. برافو. خود البسها. أنت بتحبني؟ بحبك خالي. خود البسها. وأنا ببوسكم كلكم من عيونكم. تسلم خال. ابني هلا انتو بتضيعوا ساعاتكم. شلحوهم لشوف. هلا انا بخبيلكم ياهم. يلا 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 شلحوهم شلحوهم. يلا يلا. ايوه حري سلاح. شو عملتوا؟ حكيتي انت ومراد شي؟ دخل بيناتنا عبد الحي. شلون يعني؟ ما يهمك صدفة، قصة طويلة. برأيي انت عم تكبريها زيادة. شو قصدك عم كبرها؟ الرجال حدد خياره، ومو مرة ألف مرة. انت شو عم تعملي حتى يختارك؟ أنا حامل بابنه، شو بعمل أكتر؟ أكيد الولد رح يولد بشي يوم. بعدين شو رح تعملي؟ بعد ما يجي الولد بيصير إلي، وما رح كون بحاجة حدا. حتى إذا دخلنا من قدام زازا بيهرب من ورا. ليش في طريق من ورا معلم؟ طالما عبد الحي وإنجي دخلوا من قدام وما كانوا بالبيت، معناتها في مخرج من ورا مماتي. نحن ما منعرف شو في جوات البيت. عابد وصف لي بيت زازا من جوا. معلم بالبناء الأساسي في 8 غرف، واحدة مستودع سلاح. جوا البناء ما في كاميرات أو نظام إنذار. بالبناء الثاني في مهجع للولاد، بالمهجع ما في سلاح. لما بتصير مشكلة بيتسلحوا من غرفة السلاح. غرفة نوم زازا بالطابق الفوقاني،
طلعتوا بالطرف الوراني؟ ما طلعنا بالتفصيل معلم، في حيطان عالية والمحلات يلي ممكن الواحد ينط منها في حراس، بس ما بتلاقي حوالين البناء أي حارس. بالنهار بيخلوا الأولاد يناوبوا، أما بالليل بيغيروهم كلهم. وانت شلون عرفت هاي؟ رحت من قبل وشفت. ليش انت عم تعمل شغل من عالك؟ استطلعت، ما عملت شي. شو منعمل إذا بدنا نفوت من وراه؟ لازم ننزل على بعد 5 كيلومتر بالغابة والباقي منكمله مشي معلم. الساحة المكشوفة ملغمة؟ لما استطلعت ما كانت ملغمة، بس ما كانت هالعداوة. معلم زازا ما بيشتغل بالألغام، ذاتاً عنده رجال كتير مسلحين. من قبل ما كان عنده أعداء مثلنا، بس هلأ عنده، مشان هيك بيفكر بكل شيء. سكروا عليهم منيح يا ابن اختي. خالي، هلا ممكن اسألك نحن شلون بدنا نعرف وين حطينا الألغام؟ لا تعرف ابني، انت لا تفوت لهون. خالي انت بتعرف انا بحب شم هوا نظيف دائما بالليل. افتح الشباك جوار. لما كنا نشتغل بالتهريب كنت اكره شغلة الألغام كتير، بتقوم بتجيبها وبتحطها جنب فراشنا. جوهر، انا عم ساوي هيك حتى العدو ما يفوت على فراشنا. اي ساعة بدنا ندخل بالليل معلم؟ رح ادخل لحالي مماتي. معلم جوا في 1000 زلمة، معقول لحالك؟ مماتي، إذا أنا ما قدرت فوت على غرفة زازا، حتى لو كنا 1000 شخص ما رح نقدر نفوت. بعد ما فوت أنا فوتكن إلكن.